السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله نزل لكم بوصفة جديدة، وصفة تحفة جدا جدا لحب الشباب. هتخلصي من حب الشباب للأبد وعمره ما هيرجع لك تاني. طب ازاي؟ ان شاء الله وصفة سهلة وبسيطة وكل مكوناتها موجودة عندنا في البيت، مش هنغرم اي حاجة من برة، وان شاء الله مكوناتها سهلة وبسيطة وهنستخدمها ان شاء الله. هتخلصنا من حب الشباب وكمان من اثار حب الشباب لو عندك اثار حب الشباب، ولو عندك بقع سودا في الوش او عندك صدفية، كل ده ان شاء الله هنقضي عليه بالوصفة بتاعتنا بفضل الله. ان شاء الله هتخلصك من كل حاجة في البشرة وتخلي بشرتك كالمراية. طب ايه هي الوصفة بتاعتنا؟ ان شاء الله هم وصفتين، ان شاء الله وصفتين احسن من بعض، ومكوناتهم موجودة في بيتنا ان شاء الله، مش هنجيب اي حاجة من بره. يعني نخش في الموضوع على طول، نسمي بالله ونصلي على الرسول ونخش في الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نخش في الفيديو بتاعنا، اتمنى منكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل وصفة جديدة ان شاء الله. حبايب قلب الوصفة بتاعتنا النهاردة سهلة وبسيطة، مفيش اسهل من كده. تمام، احنا طبعا عشان نعالج حب الشباب، انت حب الشباب عندك يا اما انت لسه عروسه زي القمر كده في منطلق عمرك، يعني بيبدا من 15 16 سنه لحد بعد ال 20 سنه. العمر ده كله يا جماعه بيبقى لازما بيبقى فيه حب شباب. تمام، انما بعد كده قبل كده لو انت عندك حب شباب ممكن يكون ناتج بقى من المعده، في حاجه عندك في المعده لازم تظبطي المعده عندك الاول وتنضفي المعده، عشان ممكن الحبوب ديت او الدمامل او اي حاجه بتطلع لك في وشك ممكن تكون بتطلع عن نتيجه في حاجه في المعده. طب احنا هنعمل ايه؟ ان شاء الله هننضف المعده بحاجه بسيطه خالص وان شاء الله هتبقى سهله عليكم ان شاء الله. مكون سهل جدا يعني ان شاء الله حلو جدا. معانا هنا حبايب قلبي نص كوبايه من بص الكوبايه بتاعتنا صغيره خالص، تمام، عشان ما تتضرريش من الاخدان، هي صغيره خالص يعني هي بق كده. معانا كوبايه كده فيها ميه وكوبايه فيها خل. تمام، هنبدا في الميه ديت هنحط قطعه من الخميره. تمام، وافضل تكون خميره بلدي من دي، يعني دي معلقه صغيره كده خميره من الخميره البلدي دي. تمام، هنحط كده بالشكل ده معلقه صغيره زي ما انتم شايفين كده اهو على حبه الميه دول. حبه الميه دولت يعني هما بق واحد مش كتير. تمام، دي هنركنها كده في جنب شويه وهنيجي على الخل بتاعنا. تمام، معانا هنا نص كوبايه خل زي ما انتم شايفين، الكوبايه دي صغيره خالص يا جماعه، يعني دول اربع معالق كبار من الخل. تمام، هنبدا نحط عليهم ايه؟ هنبدا حبايب قلبي نحط عليهم قطع من الليمون المقطع بالشكل ده. تمام، شايفين دي ليمونه وانا مقطعاها كده مكعبات زي ما انتم شايفين بقشرها كده، ولازم أن تكون الليمونه بتاعتنا خضراء زي ما انتم شايفين كده، الليمون الاخضر فعال عن الاصفر في الوصفه دي. تمام، يعني لازم أن تكون زي بالشكل ده خضراء كده زي ما انتم شايفين. ومعانا هنا يجي سبع عيدان من القرنفل. تمام، عارفين طبعا انتم القرنفل اللي هو الجميل ده اللي بنضغه تحت سناننا يخلي ريحه الفم جميله، ده القرنفل ده بجيبه منين؟ بجيبه من عند العطار. تمام، هتروحي كده تقولي للعطار انا عايزه بخمسة جنيه قرنفل، بيديكي شويه محترمين هيغيبوا عندك فتره طويله جدا. تمام، يعني مش غالي خالص. تمام حبايب قلبي، يبقى انا كده ايه عملت ايه؟ حطيت هنا اربع معالق من الخل وكمان قطعت ليمونه قطع زي ما انتم شايفين، وافضل تكون ليمونه خضراء. خدوا بالكم الملحوظات البسيطه اللي في الفيديو دي يا جماعه ان شاء الله عشان تجيب معاكم نتيجه فوريه ان شاء الله. حبايب قلب الوصفه دي تحفه 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 وعن تجربه، يعني الوصفه ديت عن تجربه يا جماعه بجد حلوه جدا. يبقى كده اربع معالق من الخل، ليمونه خضراء مقطعه قطع زي ما انتم شايفين بقشرها زي ما انتم شايفين كده، سبعة تمن ايه عودان من القرنفل ده. تمام، من سبعة لعشر عيدان من القرنفل ده. تمام، كمان هحط معلقه صغيره خالص زيت زيتون. تمام، معلقه صغيره خالص. تمام، بس مش عايزه اكتر من كده من زيت الزيتون. يبقى الوصفه بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن خل، ليمون، قرنفل، زيت زيتون. تمام، سهله جدا اهيت، ما فيهاش اي اختراع ولا اي حاجه، وان شاء الله بشرتك هتبقى زي المرايه وزي الفل، ما فيهاش اي حبوب ولا اي بقع ولا اي صدفيه ولا اي الكلام ده كله، كله هينتهي. ولو عندك هرش كمان مكان خشن كده في بشرتك وبتهرشي فيه، حطي كمان من الوصفه ديت، بجد ممتازه جدا للبشره وهتخليك زي القمر وحلوه جدا، وكمان مش هتسيب اثار حب الشباب. تمام، يبقى احنا كده زي ما احنا قلنا كده، تعالوا بقى على الوصفه دي، الوصفه بتاعتنا كده ديت خلصت، هنقلبها كده وهنستخدمها بعد ساعه من دلوقتي. تمام، وهقول لكم تستخدموها ازاي. هنا الخميره حبايب قلبي انا بسيبها كده تتفاعل يعني من 5 ل 10 دقائق الاول قبل ما اخدها. تمام،
الخميرة دي هاخدها على الريق الصبح، تمام، بتنضف لي المعدة، القولون، الكبد، بتنضف لي اي حاجة في المعدة. بجد حلوة جدا، وصفة رهيبة جدا. الخميرة دي من الحاجات الحلوة جدا، تمام. فانا باخدها كده واسيبها 10 دقايق، وبعدين اخدها على الريق الصبح، بتعمل لي تنظيف للمعدة شامل، وما شاء الله بتنضف بطنك من اي حاجة فيها. دي الوصفة دي، تمام، عشان لو الحبوب ناتجة من حاجة في المعدة يبقى احنا نضفنا جوه الاول، تمام. بعدين هنحط الوصفة اللي هي دي اللي هي من بره، وهقول لكم هتستخدموها ازاي دلوقتي، تمام كده. اوعوا تستبعدوا عن الخميرة، لان الخميرة مفيدة جدا وحلوة جدا للبشرة. انت بتاخديها عن طريق الفم اي بس، كمان والله بتدي نضارة حلوة جدا للبشرة، ونعومة ونضارة وحلوة جدا للبشرة، تمام، يعني بتعم على البشرة بشكل كبير جدا، تمام حبايب قلبي. طيب انا دلوقتي الوصفه بتاعتي ديت اهيت زي ما انتم شايفين. تعالي يا فوفا هاتي المعلقه اللي هنا دي، انزلي. كمان الوصفه ديت حبايبي حلوه جدا جدا. لو انت عندك الوزن عالي ممكن تاخدي منها على الريق الصبح، بتنزل الدهون بشكل حلو جدا جدا، وكمان خاصه دهون البطن بتنزل بشكل رهيب وشكل حلو جدا. شكرا يا فوفا، بتنزل الدهون بشكل حلو جدا جدا جدا. لو انت عايزاها تاخديها للتخسيس برضو حلوة جدا جدا جدا، بتنزل الدهون بصورة قوية جدا وعن تجربة والله يا جماعة، تمام. وكمان انا عاملة فيديو عليها قبل كده للتخسيس، تقدر تخش عليه وتشوفيه، هيعجبك جدا، تمام. كده الوصفة بتاعتنا دي يا جماعة زي ما انت شايفين اهي، هبدأ بس اقلبها تقليبة صغيرة كده اهو زي ما انت شايفين كده، تمام، اهو بالشكل ده، تمام. وهبدا اجيب ايه قطنه كده اهي، اقول لكم استخدمها ازاي. عفوا، كمان حبايب قلبي انا دلوقتي لازم اغسل بشرتي كويس جدا بالغسول بتاعي، وانضفها كويس جدا، تمام، ما خليش فيها اي حاجه. غسلت بشرتي ونضفتها، بدات انشفها. بصوا يا جماعه حبايب قلبي، التنشيف للبشره هيبقى بالشكل ده، تمام، بلاش يبقى كده، تمام، او نحك كده في بشرتنا، لا غلط كده، بتنقل العدوى من مكان لمكان، والحبوب هتنتشر في وشك بشكل فظيع. فانت ما تيجي تنشفي ويبقى ليكي فوطه خاصه بيكي انت بس، وتبداي تنشفي بالشكل ده، تمام، مفيش اسهل من كده بالشكل ده، عشان ما تنقليش العدوى، وكمان تخفي من الحبوب بسرعه، تمام. وكمان ما تسيبلكيش اثار بعد ما تخفي الحبوب، ما تسيبلكيش اثار. الحكه دي بتسيبلك اثار في مكان حب الشباب، بتسيبلك اثار، انما ما تنشفي بطريقه حلوه ولطيفه كده، ما تسيبلكيش اثار خالص، وما شاء الله يعني تروح، وان شاء الله لا عوده لها تاني. خلاص احنا خلصنا، وقلنا الوصفه دي هناخدها ازاي. لازم ننضف من جوه قبل بره، احنا كده ديت خدناها عشان ننضف المعده الاول، عشان الحبوب لو ناتجه عن من المعدة يبقى احنا نضفنا المعدة. خلاص هنيجي على الوصفة دي بقى، غسلنا بشرتنا ونضفناها ونشفناها كويس جدا. هجيب قطنة طبية زي كده وابدأ اخد من الوصفة بتاعتي، بس بعد ساعة طبعا، بعد ما تتنقح ساعة كده، واغطيها عشان الزيوت العطرية ما تطلعش منها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وهبدأ احط على بشرتي بالشكل ده، تمام كده، على الحبوب يا جماعة كده بالشكل ده، تمام. اغلف الحبوب كلها كده بالوصفة بتاعتي كده كده اهو، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام، لحد ما اغلفها خالص كده، واسيبها على بشرتي من نص ساعه لساعه، مفيش اي مشكله خالص. وبعدين ابدا انضف بشرتي، ممكن تعمليها مرتين ثلاثه في اليوم، مفيش اي مشكله خالص. ان شاء الله الوصفه دي هتقضي لك على الحبوب، على الحبوب تماما، وان شاء الله ما تنسيش دعوه حلوه لام فدال. ده احنا كده ايه خلصنا، وقلنا الوصفتين بتوعنا. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، بجد استخدموا الوصفة زي ما انا قلت لكم بالظبط، وان شاء الله هتجيب لكم نتيجة فعالة جدا جدا. البنات الصغيرين الامامير الحلوين اللي حب الشباب مبوظ شكلهم ومتضايقين جدا منه، ان شاء الله يا حبيبتي مش هيبقى عندك اي حبوب تاني في وشك ولا اثار ولا اي حاجة، بس استخدمي الوصفة زي ما انا قلت لك كده، زي ما انا قلت لك بالظبط، امشي عليها اسبوع واحد ولا 10 ايام بالظبط، مش هتلاقي اثار لحب الشباب، وهتلاقي نفسك زي القمر وامورة وحلوة، والبنوتة الجميلة الحلوة ديت هتبقى زي القمر زي ما كانت بفضل الله وبفضل الوصفة دي. دلوقتي حبايب قلبي الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم، اسيبكم في رعاية الله وامنه. ما تنسوش اللايك للفيديو ده يا حبايب قلبي، لايكات كتير كتير للفيديو ده، وشيروه على قد ما تقدروا عشان غيركم يستفاد. اسيبكم في رعاية الله وامنه، مع السلامة.